السلام عليكم. اليوم حناخذ أول محاضرة من كورس الروماتولوجي. طبعا كورس الروماتولوجي كإنترودكشن عليه بالخامس طب بغداد. هو من الكورسات اللي كنت أشوفها صراحة حلوة، قصير ومحاضراته يعني مثل ما تقول مرتبة. مشكلة مالته إن محاضراته جدا طويلة أولا، ثانيا إنه تحتاج درخ عمياوي، يعني مو عمياوي صراحة، بس تحتاج درخ وتركز على نقاط تعبالك أصلا مو مهمة، بس هي الأسئلة كلها من عندها. بالنسبة للأسئلة كفاينل الأمسكيوات الحلو بها إنه هي تكون يعني من المحاضرة، ما تحتاج تقرأ مصادر صراحة. إنه إذا أنت قارئ المحاضرة وفاهمها وكاتب ويا الدكتور ومركز بيها على أدق التفاصيل، فيعني تقدر تجاوب. فلازم تقرأ المحاضرة ولازم تقرأها بتركيز يعني كلش كبير، يلا تقدر تجاوب صراحة. فالمحاضرة لازم يعني فاهمها وفاهمها وحافظها وتعرف ايش تحفظ، لانه اكو اشياء تشوفها يعني مو مهمة وشو تهملها انت، بس الاسئلة كلها من عدها، الاسئلة تكون جدا 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 مركزة. هو محاضرة واحدة بالاسبوع، كان يعني محاضرة طويلة، نهاية الكورس راح يتراكم عليك. فأنا حبيت أسوي هذا الكورس، يعني هاي المحاضرات ما تصير حتقول لك شنو الشيء المهم بالمحاضرة اللي تقرأ وتختصر عليك الوقت، أوكي؟ فعمود يعني إذا عندك تراكم أو شيء هذا يساعدك. نتعرفون الخامس خصوصا الكورس اللي بيروموتو بي راح تكون عندك أطفال اللي هي ميجروا عليه هواي درجات، بي عندك شو اسمه نيورو هم ميجروا عليه هواي درجات. الروموتو ترى هم على درجة زينة من معدل بالنسبة للمرحلة الخامسة صراحة، وبالسادس جدا يفيدك لأنه هو من الماينرات مال الميديسن، وهواي هواي كيسات مال الميديسن يعني بالسادس إلها علاقة بالروموتو، وصراحة حتى بالفاينل جتنا هواي كيسات روموتولوجي، يعني هو مهم أهم من الجلدية. يعني مثلا هي بعد ما راح تلقى مكان تقربي SLE، بعد ما راح تلقى مكان تقربي الجاوت او الروماتويد ارثرايتس، هو فقط بس هنا وها هي. هذا يعني كنظري. كعملي هو عندك كورس يعني تروحون العملي، كان كل الزين دكاترة العملي يشرحونا بالاستشارية مال الروماتو، يعني صدق يشوف كيسات واكو صور الاف المليون من الصور، فانت ما تقرأ صور كلها وتحفظها ما راح تجاوب. فالحل الوحيد إنه المحاضرات تحضرها وتقرأ العلامات بالمحاضرة، يعني نفس الصور وعلى ألف قناة وهاي، يعني أنت العمل بنهاية الكورس حقول لكم شنو الأشياء المهمة من أن تقرأها، بس يعني يفضل إن أنت صور المحاضرة نفسها قاريها عم تسهل عليك فهم العملي. فاليوم حنبدأ أول محاضرة هاي introduction crystal associated disease، يعني هي disease cause by deposition of crystal، أهم واحد هو الجاوت داء الملوك. هاي المحاضرات اللي حيعطيها دكتور محمد حنون، نسيت اسمه، محمد هادي. محاضراته كلش احبها اني، الاسئله منها مركزه تحتاج تكون فاهم الماده. محاضراته هي الكريستال اسوشيتد ديزيز، محاضراته هي الجوينت والبون انفكشن والسوراتيك ارثرايتس والجوفينايل روماتويد ارثرايتس. نجي على موضوع اللي هو الكريستال اسوشيتد ديزيز. فرايتي اوف كريستال كان ديبوزيت، يعني هو كريستالز كان ديبوزيت ان ذا جوينت، من تتجمع بالجوينت تسوي لك انفلاميشن وكرونيك ديزيز. فاكتور انفلوينس كريستال فورميشن، شنو هي العوامل اللي تاثر على الفورميشن اوف كريستالز وتجمعها بالجوينت؟ اولا انا حتى اتجمع بالجوينت لازم، يعني اذا واحد عنده هوايه عنده سبستانس كميات كبيره من الدم زاد منها حيتجمع بالتشيوس، يعني فاني لازم الدم مالتي متشبع بالكيميكال كومبوننت مال الكريستلز، فلازم انا عندي سفيشنت كونسنتريشن اوف كيميكال كومبوننت. كذلك لازم اكو بروموتر انهبيتر اوف كريستال انيوكليشن، يعني اكو عوامل تحفز تجمع الكريستلز واكو عوامل تمنع تجمعها، فهاي يعني مهمة لتكوين الكريستال ديزيز. المهم هذا يجيك MCQ. مثلا بالأكيوت جاوت من يتجمع بالأكيوت جاوت والكرونيك توفاشيوس جاوت، سوف نقرأ بهاي المحاضرة من الكريستالز اللي حتتجمع بالMCQ تجيك، هي المونو صوديوم يوريت مونو هيدريت، هذا
هاي هي نوع الكريستالز تجمع بالجوت. زين، منو نوع الكريستالز اللي تجمع بالأكيوت سيدا كود والكرونيك بايروفوسفيت أريثروباثي والكوندروكالسينوسيس؟ شنو اسمها؟ اسمها كالسيوم بايروفوسفيت دايهايدريت. هاي تحفظها، يعني حتى يجيك ام سي كيو يقول لك كالسيوم بايروفوسفيت مونوهايدريت، هيك يعني تجي شويه مركزه. زين، من يجمع بالكالسيفيك بيري اريثرايتس كالسينوسيس؟ بيسك كالسيوم فوسفيت. زين، كوليسترول وين يتجمع؟ يتجمع بالكرونيك افيوجن روماتويد اريثرايتس. كالسيوم اوكسالات وين تتجمع؟ تتجمع بالدياليسيس بيشنت من ناس عندهم رينال فيلر. سينثيتك كريستلز مثلا كريستالات صناعيه تتجمع يعني ياتروجينيك. بلانت ثورين الشوكه مال النبته، يعني ما اعرف شلون تتجمع بجوينت، تسوي لك كرونيك مونو ارثرايتس وتينوساينوفايتس. يعني هاي مو كومن، بس اهم شيء تعرف تحفظها اني بالاحمر ان اتش ام سي كيو اتذكرها. اقول لك الكريستالز شو تسوي بالجوينت؟ كليك كريستالز ميكانيكلي دامج ذا جوينت تشيو، تسوي لك انفلاميشن. اوكي، كريستال ديبوزيت وذين تندن اور كارتليج تسوي لك اكيوت انفلاميشن، اكيد يعني هي فورين بودي. هذا الاكيوت انفلاميشن سينوفيال كافيتي بكلوست سبيس راح تجيب لك انفلاماتوري سيلز ويسوي لك بين. مهم، نجي على داء الملوك وداء الفقراء اللي هو الجوت. الجوت يعني مرض يصير بسبب تجمع اليوريك اسيد بالجوينت، فلازم نعرف شنو هذا اليوريك اسيد ومنين يجي، شنو الاشياء تخلي اليوريك اسيد يتجمع بالجوينت، وشنو انواع الجوت، شنو علاجه. يقول لك الجوت هو ميتابوليك ديزيز، هاي مهمه. تقولوا لي الجوت هو مو بالجوينت عشان ميتابوليك ديزيز، يعني الجواب انه هو ميتابوليك ديزيز لانه صار بهايبريوريسيميا، يعني زياده باليوريك اسيد، فعن اكو فد خربطه بالميتابوليزم. زين، هيتروجينوس نيتشر يعني ممكن يكون هيريديتري ممكن يكون هيريديتري. المهم، فاميليال associated with abnormal deposition of urate in tissue يصير بالتشو بالجوينت. الجوت يصير بير كرنت اكوت ارثرايتس، يعني شنو؟ يعني مريض مثلا كل شهر تجي اتاك واحدة وبين الاتاكات تكون نورمال. زين، recurrent attack of acute arthritis usual تكون mono articular، يعني كل اتاك يضرب جوينت واحد. مثلا يوجوالي اول اتاك يضرب البيك البيك تو ميتاتارسو فالانجيال جوينت مال البيك دو الفيرس ميتاتارسو فالانجيال جوينت، هاي اول اتاك. بس بالريكرنت اتاك راح يضرب مالتيبل جوينت، يعني كل اتاك يضرب لك مره مكان، هاي الاكيوت جوت او الاكيوت ايبيسود. وراح يصير عندك كرونيك، يعني كرونيك ابيسود تنتهي ديفورمينج ارثرايتس الكرونيك، يعني اتاك ورا اتاك ورا اتاك الجوينت حيدمر. راح نشوف شلون يدمر الجوينت بالاكس راي. نجي على هاي انترودك، هاي يعني مو بالسلايد بس يعني المفروض يعني مراجعه لكم. احنا كل زين نعرف انه الخلايا مالتنا بها دي ان اي وبها ار ان اي. دي ان اي والار ان اي مصنوعه من النيوكليوتايد. النيوكليوتايد هي القواعد النيتروجينيه، تتكون من نيتروجين بيس. نيتروجين بيس تكون على نوعين، يا اما بيورين يا اما بريميدين. بريميدين يوراسيل وثايامين وسيتوسين اللي جواه، والبيورين الفوق جوانين وادينين. مثلا من الخليه تموت هادي ان مال الدي ان اي مالتها شي راح يصير بيه؟ راح يتفتفت، يعني انه يصير بيه ميتابوليزم. البيورين حتتحول الى اشياء تطلع باليورين وما تاذينه، اقصد البرميدين اللي جوت اليوراسيل والثايامين والكسايتوسين تتحول الى اشياء تطلع باليورين وما تاذي الجسم. لكن المشكله بالبيورين، بيورين جوانين وادينين الميتابوليزم مالتهم ينتهي فورميشن اوف يوريك اسيد، تمام؟ لذلك المريض اللي مثلا عنده هواي سيل تيرن اوفر، يعني هواي خلايا تموت باليوم، هواي تجي هواي خلايا. مثلا المريض عنده سورايسس صدفيه، يعني تعرفون ان الجلد مالتنا يتجدد خلال 30 يوم الطبيعي،
لكن أبو صدفية الجلد مادة يتجدد كل يعني 4 أيام أو هيك شيء، فهواي خلايا تموت فهواي يطلع يوريك أسيد. كذلك الناس اللي عندهم مثلا لوكيميا أو لينفوما أو هيماتولوجيك مالجنسي أو أي كانسر، يعني إنه الخلايا تموت بسرعة فتطلع هواي يوريك أسيد. لذلك دائما الناس اللي عندهم مثلا لوكيميا او لينفوما يعطوهم يوريك الابيورينول اللي يساعدهم هايبر يوريسيميا. زين، كذلك البيورين منين تجينا؟ تجينا من الاكل مالتنا، اللحم. احنا من ناكل لحوم الحيوانات، يعني ناكل خلايا بها دي ان اي وار ان اي، فيعني بها لحم وبها بيورين ويتحول الى يوريك اسيد. فهذا يعني سورس مال اليوريك اسيد. شوفوا هذا كل اسمهم تفهموه. شوفوا الأدينوسين حق كيميتابوليزم، الأدينوسين مونوفوسفيت يتحول إلى جوانوسين، الإينوسين مونوفوسفيت يتحول إلى إينوسين، الجوانوسين مونوفوسفيت يتحول إلى جوانوسين. هاي ما علينا بها يعني. المهم أنا عندي أدينين، أنا عندي أدينين وعندي جوانين يتحولون إلى هايبوزانثين بوجود إنزيم اسمه هاموزانثين. هذا اسمه زانثين أوكسيديز، هيتحول هايبوزانثين إلى زانثين، والزانثين بوجود هما نفس الإنزيم زانثين أوكسيديز هيتحول إلى يوريك أسيد. أوكي، اليوريك أسيد بوجود إنزيم ما موجود بالإنسان، موجود فقط بالحيوانات، موجود بالإنسان يتحول إلى ألانتوين. لذلك من أدوية اللي يستعملوا علاج الجاوت إنه يسوون إنهبيشن لهذا الإنزيم. الألابيورينول هو أهم علاج للجاوت، يسوي إنهبيشن لهذا الإنزيم فيمنع تحول الهايبوزانثين والزانثين إلى يوريك أسيد. دواء ثاني يستعمل يشتغل كيوريكيز حتى يحول اليوريك أسيد إلى ألانتوين. يقول لك الحيوانات نفطر بها جاوت لأن الحيوانات فيها يوريكيز اللي يحول اليوريك أسيد إلى ألانتوين وسرعة يصير بيه اكسكريشن. زين، جاوت انكريست فريكوينسي يعني بالاوروبا دا يزداد. ليش؟ لانه اكو ريسك فاكتور اللي هي شنو هي؟ ميتابوليك سيندروم. تعرفون الميتابوليك سيندروم او سيندروم اكس هي عبارة عن كومبينيشن اوف هايبر تنشن اوبيسيتي هايبر ليبيديميا ويا هايبر يوريسيميا، وماكو سبورت ماكو اكسرسايز ما ادري شنو، فهون هو داخل ضمنهن. كذلك كل ما يتقدم بالعمر راح يزداد الانسيدنس اوف جاوت، وكذلك الدايت انه ناس تاكل هواي لحم ما ادري شنو فيصير عندهم جاوت. هاي كلش مهمه. انا حتى اليوريك اسيد او اليوريك يجمع بالجوينت لازم السيره مالتي متشبع او سوبر ساتوريتد باليوريك اسيد. يوجوالي يتشبع بتراكيز اكثر من 6.8 ملي غرام بير دي سي او 404.5 ماكرام بالليتر. يعني هاي الارقام صراحة انا كنت احاول احفظها بس يعني ماكو امل احفظها ومو كلش مهمة، انا ما تجيب الامتحان بس تخليها ببالك. يقول لك هايبر يوريسيميا ديو تو اوكي، فاني حتى اجمع بالجوينت لازم الدم يتشبع باليوريك اسيد او عنده هايبر يوريسيميا. فانا حتى صار عندي هايبر يوريسيميا يا اما عندي اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد، يعني عندي يعني اكل هواي لحم او الخلايا مالتي هواي تموت، او الكدني مالتي اللي هي مسؤوله عن اخراج يوريك اسيد من الجسم ما تشتغل. فيقول لك الهايبر يوريسيميا يا اما ادو تو اوفر برودكشن او اندر اكسكريشن. طبعا الجاوت يكون نوعين، يا اما برايمري او سكندري. برايمري جاوت usually مثل اسمه primary يعني إلى علاقة بالجينات فهيريديتري كومبوننت. secondary gout لا، ممكن يكون heritable بس أكو فاكتورات، يعني مثلاً واحد عنده كانسر صار عنده secondary gout. بعش كاتب لك diuretics، هاي يجيك MCQ. أهم diuretic يسوي لك gout هو thiazide low dose aspirin. MCQ يقول لك high dose aspirin بس ولا من يعني الحقيقة low dose aspirin يسوي لك secondary gout. cyclosporine، نايسين، فيتامين B3، مايلوبروليفراتيف ديس اوردر مثل اللوكيميا وجماعتها، مالتيبل مايلوما، هيموغلوبين باثي، ثلاسيميا وهاي انه الخلايا بسرعه تموت، كرونيك كيدني ديزيز يعني الكيدني ما تشتغل وما تطلع اليوريك اسيد باليورين، هايبوثايرويديزم ما اعرف شلون يسوي يعني هايبريوريسيميا، سورايسيس عرفنا شلون يسوي هايبريوريسيميا لانه رابيد سيل تيرن اوفر، وساركويوسيس هاي مع
وللأسف لازم تندرخ يعني. زين انت يحكي لك على علماء يعني، هاي مو فوق تقروها بس كملخص مفيد يعني، انه الجاوت تصير وين؟ تصير اكثر شيء بالميل، اوكي، ما تصير بالوومن بالربرودكتيف ايج، لانه الوومن بالربرودكتيف ايج يعني انه عندها منس فتخسر بلاد، فتخسر يوريك اسيد، فما يصير بها. لقوا انه حتى الانسيدنس مال يوري مال الجاوت اكثر بالوومن ورا المينابوز، لانه بعد ماكو منس. هاي هو الملخص مال دول العلماء يعني، وهذا عالم عود شافه بالميكروسكوب ما علينا بيهم. المهم الجاوت يصير بسبب تجمع المونو صوديوم مونو هيدريت كريستالز، نلقاها بالجوينت، تسحب فلويد من الجوينت وتشوفه جوا الميكروسكوب، هاي السبندل شيب تلمع. يقول لك 90% of patients with primary gout هم مين؟ راجل عمرهم فوق 30 سنة. بالومن يصير ورا المينابوز، بوس مينا بوزل. هو يعتبر ترو كريستال ديبوزيت ديزيز، لانه هي المونو صوديوم يوريت كريستال سي تتجمع، يا اما يكون على شكل اكيوت ارثرايتس. طبعا هاي تتجمع مو فقط بالجوينت، تتجمع بالبرصة سو برصاتس، بالتندن تينوساينوفايتس، بالسكين سيليولايتس، يعني بكل مكان. برونك هايبريوليسيميا نسيسري مثلا، هاي جدا مهمة يعني. يقول لك مثلا يجيك واحد يسألك يقول لك السؤال اذا عندي هايبريوليسيميا 100% حيصير بيها جاوت؟ تقول له شوف يعني اذا انت عندك هايبريوليسيميا احتمال يصير بيك جاوت، بس مو الا يعني برونك هايبريوليسيميا نسيسري بت الون it's not enough to develop gout. اكو ناس يعني اليوريك اسيد مالتهم معلق بس ما يصير بهم يعني جاوت. لذلك يقول لك المريض عنده هايبريوريسيميا مو دائما نعالجه، نعالجه الا اذا عنده ريسك فاكتور، حنشوفها بالاخير. زين جاوت يصير 1% من البابيليشن، هاي مال ميل تو فيميل مهمه، انه ميل بريدومينانت 1 الى 10 الحمد لله، بالميل اكثر لانه معظم الروماتولوجيكال ديزيز يصير بالفيميل. يقول لك الفلكتويشن باليوريك اسيد decreasing أو increasing هو يسوي لك gout، important factor precipitating acute gout. واحد عنده gout قد نسبة إنه عنده كدني ستون، هاي مهمة لأنه يوريك أسيد يسوي لك يوريك أسيد ستون، نسبة من 5 إلى 10 يعني قليلة. hyperuricemia correlate highly with likelihood of developing stone with risk of stone formation reaching 50%. يعني إذا واحد عنده gout إيش قد عنده نسبة ستون؟ 5 إلى 10%. إذا واحد عنده هايبر يوريسيميا إيش قد نسبة صار عنده يوريك أسيد ستون؟ 50%. هايبر يوريسيميا هاي أرقام يقول لك إنه يوريك سيرام يوريك أسيد أكثر من 0.42 مليمول بالليتر، وإذا تسعة كانت بالمايكرو 404.متر إيش قد يعني. مهم اللي يقول لك سيرام يوريك اسيد كريتين ذان 2 ستاندرد ديفيشن اباوت مين ايج اوف بوبيليشن. زين 95% من الناس عندهم هايبر يوريكسيميا يصعدهم جاوت، باعوا نيفر ديفلوب جاوت. هاي مهمه يعني شلون قلناها، قلنا انه الهايبر يوريكسيميا هي نيسيسري حتى يصير بيك جاوت بس مو العامل الوحيد. هاي هسه احكي لك على الايتيولوجي. يقول لك انت اليوريك اسيد مالتك ثلثه يجي من الاكل مالتك وثلثين يجي من الجسم اندوجينس، من موت الخلايا مال الجسم اندوجينس بيورين مو بريميدين، بيورين ميتابوليزم. زين الالمينيشن يعني منين يطلع؟ يقول لك ثلثين من اليوريك اسيد يطلع بالكدني وثلث منه يطلع وين؟ يطلع بالجات بالجي اي تي. فاني الكدني لازم تشتغل زين عمود يطلع لي اليوريك اسيد. سانزين اوكسيدايز انزيم عرفنا شلون يشتغل، كاتاليز ذا انت برودكت اوف هايبوزانثين تو زانثين، ومن زانثين الى يوريك اسيد، والالبرينول يشتغل عليه ويوقف عمله. هاي يعني على مود تفهمون انه انت تاكل اكل بي دي ان اي وار ان اي يتكسر الى نيوكليوتايد، والنيوكليوتايد المهم يتكسر الى بيورين بريميدين، بريميدين تدخل بالجسم وهي البيورينات، البيورينات تتحول الى يوريك اسيد. زين زين احنا مثل ما قلنا انا حتى يصير عندي development of gout عندي شغلتين، يا اما over production of uric acid يا اما under secretion. زين
يقول لك 75% من كيسات الجاوت تصير بسبب under secretion. يعني وين المشكلة؟ بالكدني. يعني المشكلة وين؟ بالكدني. 75% من الكيسات، خمسة تقريبا هيجي مثلا، نشوف الأرقام، 25% صار بسبب over production. أوكي، ايش كاتب لك؟ 75% من الجاوت بيشن الهايبر يوروسيميا ريزلت فروم انهيرتد، هذا يحكي لك على برايمري جاوت، انهيرتد رينال ديفكت ان يوريك اسيد اكسكريشن اندر اكسكريتر. يعني مو مشكله اكل، مشكله انه الكدني ما تطلع اليوريك اسيد. 20% تقريبا اوف برايمري، يحكي لك على برايمري، يصير بسبب اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد انترنسيك. 1% يصير بسبب inherited enzyme of purine synthesis، و 1% يصير بسبب inherited enzyme defect. هاي مهمة. 75% المشكلة بالكدني بالبرايمري جاوت، 20% المشكلة بالإندوجينس over production of uric acid، و 1% بسبب enzyme. زين، دول عندهم انزيم ديفكت، شنو مميزاتهم؟ اولا عندهم early onset of gout، عمرهم اقل من 25 سنة، يصير عندهم يوراليثياسيس يعني يوريك اسيد ستون، ويصير عندهم فاميلي هيستوري. هاي مهمة، ها هي المويو صوديوم يوريت كريستالز، هاي هذا ملخص همتين. انا عندي بيورين سينثيسيس، انا عندي دايتر بروتين، اني تشو من يموت يعطيني نيوكليك اسيد يسوي لي بيورين تحول الى يوريك اسيد. الكدني هي مسؤولة عن اكسكريشن اوف مال، يعني ثلثين 75% من اليوريك اسيد. كذلك الليد التسمم بالرصاص، هذا يقول لك رصاص لو مثلا غير معدن، يسوي لك نوع من انواع الجاوت اسمه سترينين جاوت. اسمتوماتيك هايبر يوريتيميا، شوف ايش كاتب لك. باعوا مثلا الواحد عنده هايبر يوريتيميا دائما تعالجه، يقول لك لا shouldn't be treated unless the patient under risk factor. asymptomatic hyperuricemia shouldn't be treated. uric acid lowering drug shouldn't be instituted until arthritis, renal calculi or tophi appear. يعني ما تعالج الا بتعالج السيمبتومز. high risk factor of gout hyperuricemia، وقلنا الhyperuricemia هي metabolic syndrome، obesity، alcohol، hypertension، ischemic heart disease، inherited alteration. الobesity هي risk factor of يعني gout. كمان البرايمري secondary اكو فد حالة اما سرطان او دخل ادوية مثلا او chronic renal impairment او diuretics خصوصا thiazide. طبعا باعوا الجاوت associated with نوع من انواع الاوستيوارثرايتس اسمه nodal osteoarthritis، هذا usually affect the hand، يصير بالومن وناخذه باللي قدام. يعني الفيرست متتارسل فالنجال جوينت، قلنا اهم الجاوت مو يصير بي اكيوت وكرونيك. اكيوت وين يطلع لك بالفيرست متتارسل فالنجال جوينت، اكيوت جاوت. هاي كلاسيكال فيرست متتارسل فالنجال جوينت انفولفمنت ان جاوت، هاي كلش مهمة. يعني هي اصلا بالامتحان تجيك بالعمل يقول لك ها شنو، تقول له هذا بوداغرا، هذا كيوت لكرونيك جاوت، هذا كيوت اتاك اوف جاوت. كلينيكال فيتشر المرض كشي ما بي فجأة صار بي سدن ارثرايتس. اذا اكيوت جاوت مثل ما قلنا اكيوت يعني هاي اول مرة صار بي، فاكيوت لي دائما افكت سنجل جوينت، دائما الفيرست متتارسة فالانجل جوينت. شوف سنجل جوينت افكتد ان ذا فيرست اتاك بالفيرست متتارسة فالانجل جوينت 50% من الكيسات، سموها بوداغرا. بس احتمال يأذي غير أماكن يعني أنكل ودنين ومدري شنو عادي. rapid onset of severe acute pain 2 to 6 hours، patient red و shiny و swelling و painful و self limiting within 1 to 2 weeks، تروح ورجع كل شيء طبيعي. خلال الأتاك يصير عنده fever و malaise و confusion ومدري شنو، فحتى الناس إنه يعبالهم هذا septic arthritis مو gout. بروراتيس و ديسكوميشن اوف اوبرلاينج سكين و كل شي يصير راح يساعدهم. احتمال مو بس يضرب لك البوداغرا بس الفيرست متتارسة فالانجل جاينت، احتمال البارسة، احتمال التينوس، احتمال سكين. هاي اكيوت جاوت بوداغرا اسمها.
انتر كريتيكال بيريد يعني بتوين اتاك البيشنت نورمال نورمال نورمال. سكند اتاك مي اكر وذين 1 يير اور ليتر. السكند اتاك مو سنجل جوينت, السكند اتاك تضرب مالتيبل جوينت. السكند اتاك وراها تجي مالتيبل اتاك تتحول الى كرونيك. كرونيك بالكرونيك جوت حيتكون لك شيء اسمه توفاي. هي هاي توفاي, هي هاي من بين الصوره توفاي. ما تتكون فقط هنا, مو فقط بالفيرست ميتاتارسال فالانجيال جوينت, باي مكان, حتى بالاصابع, حتى بالاذن. بيا هذا الاصفر هذا مثل كاسيفيكيشن او يجي شيء. شوفوا لارج مونو صوديوم يوريت كريستال ديبوزيت بروديوس ا نوديول توفاي يوجوال سايت منها نوديول بالاكستنسر سيرفيس بالفينجر بالهاند بالالبو بالهيليكس مال الاذن بالاكيليس تندن هاي احتمال ألسريت. زين دائما الجوت يعني علاماته كلها تطلع بالفيرست ميتاتارسال فالانجيال جوينت. من علامات الجوت ان عندك كيدني ستون, قلنا كيدني ستون بالناس اللي عندهم جوت مو كلش كامل 10%. زين دائما الاشياء اللي تحفز تكوين اليوريك اسيد ستون هي البيورين افور برودكشن, اذا واحد ياخذ دراجز, اذا عنده ديهايدريشن. كل ما كانت عارفون اليوريك اسيد ستون هي تحب الاسيد يورين, فكل ما البي اتش اقل من 5 كل ما يتكون. يعني لو عنده دياريا هواي يعني مات وسط حامض مثل ما تقولون. كوميونيكيشن اوف جوت ان الجوت كرونيك راح يدمر لك الجوينت. انتريتد سيفير تو فيشز جوت تو فيشز عن الكرونيك يسوي لك دامج والمونو صوديوم يوريتي كريستال ديبوزيت ان ارينال انترستيشن ويسوي لك كمان دامج للكيدني, فعين يسوي دامج للجوينت ودامج للكيدني. نجي على الاكل, اكو اكل ما بيه هواي بيورين مثلا الخبز والحليب, احنا ما نبي, خلينا ناخذ الاكل بيه هواي بيورين انا على مود كل مره تاكله. اللحوم الاورجان ميت واللحوم البحر والهيت اكستراكت اليست من الخميره يعني البينز البيز البقوليات الاوت الشوفان الاسبانخ والاسبرغس ما اعرف شنو كولفلاور قرنبيط يمكن ومشروم. الانفستيجيشن هاي مهم. الديفينيت دايجنوستس او فايبر او جوت هو مو تقيس البلد يوريك اسيد نو. الديفينيت دايجنوستس انه تاخذ سامبل من الجوينت وتفحصه بالمايكروسكوب وتشوف الكريستال. Definite diagnosis is by detecting monosodium urate crystals in the aspirate from a joint or from tophi. أكيد بالأتاك أقيس اليوريك أسيد يجوال يكون هاي بس حتى احتمال نورمال, هذا مو اكسكلود الجاوت. أسوي 24 hour acid measurement حتى أشوف خاف أكو over production. أقيس اليوريك كرياتين أخاف أكو renal failure. قلنا diagnosis أشوف الكريستالز بعيوني جوا الميكروسكوب. أجز على اكس راي هسه راح نشوف شنو علامات الاكس راي اللي قدام. أجز على سونار الكاركترستيك فيتشر بالسونار هي سوبرفيشال هايبر ايكويك ريجولار سيرفيس اوف ارتيكولار كارتليج. أجز على ام ار اي سي تي سكان تعتبر مور سنسيتيف ذان سونار. يقول لك هاي يوريك اسيد ليفل ان مور فريكوينت اتاك ذا مور لايكلي ذات لونج تيرم ميديكال ثيرابي ويل بي بينيفيشال. يعني هاي عود هاي ما اعرف يعني صراحه يعود بالاكليس تندن. هاي المنطقه اللي اشر عليها بالسهم الصغير هاي هايبو ايكويك اريا مسويت لك رابتشر بالاكليس تندن. وهذا الفلويد حواليه هاي ما يجيك بالامتحان العملي لانه انت مو سونارس. سونارس شنو يعني انت مو راديولوجيست. هاي هماتين هاي تجيك يعني حتى هاي ما تجي صراحه ليش تزب عليكم. هاي دي و سي يقول لك عود انه دي و سي ديبوزيشنز مال الكريستالز بالاكليس تندن يعني نبيها. ادز على فاستنج ليبيدو بروفايل لانه خاف عنده هابر ليبيديميا. ادز على اي اس ار و سي ار بي لانه هو اكيوت ستيت. هاي مهمة هذا يجيك بالامتحان. شو تشوف بالاكس راي؟ هاي اشياء اشوفها بالاكس راي. من مميزات الجوت انه اذا ركزتوا الجوينت لاين مو كل استغران يعني نورمال نورمال جوينت لاين. والإروجن بالأطراف نا بالطرف وشكلها يشبه شكل شنو شكل العظة مال التفاحة سموها أبل بايت.
وبارا ارتكلر، يعني جوينت سبيس تشوفوه نورمال بس الديستراكشن بارا ارتكلر بالحواف، ومثل عضة الفار سموها بارا ارتكلر ايروجنز، جدا جدا مهمة. هاي مهمة الاكس راي فايندينج. يقولك نورمال ان الارلي ستيج، يعني يوجوالي جوينت سبيس مو كلش من اكل، بس بعدين ينأكل يعني later on joint space narrowing sclerosis cyst osteophyte نشوفها. أهم شي يشوفون الجوتي إيروجين اللي يكون مو بالjoint space، لا بالأطراف بالحواف، سموها para articular bunch out defect بالأطراف. شان نعالج الجوت؟ انت تعالج الأكيوت أتاك وتعالج الكرونيك أتاك. الأكيوت أتاك لها أدوية تحفظها، نانستيرويد وانتي انفلاماتوري دراج يعني اسبرين وورفرين مدري شنو، كولتسين تطي اكيوت اتاك هو انتي انفلاماتوري دراج، واسبريشن ولوكال ستيرويد انجكشن. زين نطي الالبيورينال بالاكيوت اتاك؟ نو ما نطي، ممنوع. لونج تيرم مانجمنت اكيد ادوكيشن اباوت نيتشر اوف ديزيز وثيرابي ماده، اوقف اني ادويه يعني زي اليوريك اسيد، نقلل الوزن مدري شنو، نعطي أدوية avoidance of hyperuricemic medication هي أهمها thiazide loop diuretic، نياسين low dose of aspirin هم يوقفها. زين chronic treatment شو عمل منه أبو المريض اللي عنده gout أعطي chronic therapy، إذا واحد عنده recurrent attack of acute gout أعطي هذا treatment يعني يأخذ فترة كلش طويلة، لو مريض عنده tophi، إذا عنده joint or bone damage، عند رينال ديزيز، إذا جاء عنده greatly high uric acid هذا أعطيه مثلا treatment chronic يعني اليوريك أسيد. شنو أهم دواء نعطيه كchronic treatment يعني the classical agent used to lower serum uric acid اللي هي أولا xanthine oxidase inhibitor، خذنا بأول بداية المحاضرة هو allopurinol يعني التوب مالتهم، وصديقة في بوكس ستات الابيورينول هو اهم واحد، هي زانثين اوكسيدات انهبيتر يمنع تحول هايبوزانثين الى زانثين والزانثين الى يوريك اسيد، وفي بوكس ستات لور بلازما يوريك اسيد باي بلوكينج فاينل انزيم ستيب. ثاني دواء نطيل حتى نقلل اليوريك اسيد هي يوريكوز يوريك ايجنت واليوريكيز، سبقنا نحول الى الانتون هو بيج لوتيكيز، بيج لوتيكيز. الابيورينول هو اهم، هو الدراج اوف تشويس بس بالكرونيك مو بالاكيوت. شوفوا it can trigger acute attack of gout which can be reduced by using lower starting dose or by adding oral colchicine. يعني انت مسات الابيورينول باكيوت اتاك، وحتى من تطي لازم تطي يا صديقه او colchicine بالبدايه عمود ما يصير اكيوت اتاك. it mustn't started in patient with acute gout attack. زين في بوكس ستات المن نطي للناس اللي عندهم في سرتين كونديشن انه طبعا في بوكس هو الابورينول، في بوكس ستات نفس الشيء، بس في بوكس ستات نفضل نطي انه المريض للمرضى اللي عندهم رينال او كيدني ديزيز، وقال كمان تسوي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن هماتين زي اوكسيدز انهبيتر ما يسوي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ونطيب الناس اللي عندهم مرض وما ادري الكيدني ديزيز. زين يوريكيز هماتين اوكسيدز يوريك اسيد تو الانتون. اي ما في تريتمنت انه نقلل الاور سيرم ليفل يكون اقل من الهالف اوف نورمال رينج، يعني مثلا نورمال رينج من 5 الى 10 لازم يكون اقل من نص النورمال رينج، يكون اقل حتى من النورمال رينج لور هالف اوف ذا نورمال رينج، يعني تخيلوا لازم يستعمله الى الابد الابدين. يوريكوز يوريك دراج هاي ادويه هاي مهمه يزيد انتاج اليوريك اسيد باليورين، لازم المريض عنده جود يورين فلو على مود يطلع اليوريك اسيد باليورين. هي بروبنسايد سلفان بايروزون بنزوبرامون هاي تحفظوها، كونترا انديكيتد بالافر بروديوسر بالناس اللي عندهم رينال انفولفمنت رينال ديزيز يعني او رينال ستون، لانه هي اصلا راح تزيد انتاج اليوريك اسيد باليورين. اسمبتوماتيك هايبرغليسيميا مثل ما قلنا من واحد اليوريك اسيد مالته كلش عالي بس ما عنده لا ارثرايتس ولا توفاي ولا سيمبتومز، شو وقتها اعالجه؟ اعالجه اذا عنده سترونج فاميلي هيستوري اوف جوت او رينال ستون، او اذا فيري هاي ليفل اكثر من 0.6، او اذا عنده يورو ريثياسيس
أو إذا عنده مثلا أرثرايتس، مثلا عنده مثلا جاوت أو شيء، يعني دول لازم أعالجهم. بس إذا واحد عنده أسيمتوماتيك هايبريوريسيميا وما عنده أي وحدة من ذني، فماكو داعي تعطي أدوية. هاي كيس يقول لك 50 سنة patient with chronic bronchitis تأخذ ستيرويد، presented with history of fever and cough with borderline sputum for 2 weeks. Now presented with left knee joint pain and tenderness. Clinical examination show left knee hot, tender and overlying skin is red, يعني مال inflammation. Blood test hemoglobin 13, white BC 17,000 يعني leukocytosis هاي مال infection. نيتروفيليا يعني هاي أكيد بها infection. SR عالي. الكود of this new condition هذا infection، يعني والكود ما يسوي لك leukocytosis فهاي septic arthritis. Second most useful procedure to establish diagnosis، إن شاء الله نأخذها بالمحاضرة الجاية. أهم تشخيص حتى الشخص septic arthritis إنه همتين تسحب من synovial fluid، synovial aspirate. Comorbid condition result in this knee إنه تأخذ يا ستيرويد، ستيرويد ثرابي. نجي هسه يعني هاي مهمة هسه تستهانون بها، تقولون البالك مال المحاضرة على جوت والبقية ما يجي منها، وبالعكس ترى من هاي يجي احتمال أكثر من الجوت. أكو مرض آخر يصير يعني تتجمع كريستالات بالجوينت اللي اسمها كالسيوم هيدروكسي أبيتايت ديبوزيشن ديزيز. طبعا كالسيوم هيدروكسي أبيتايت تطلع لك من البون، it's a primary mineral of bone. الهيدروكسي أبيتايت هي أصلا موجودة بالبون والتيث. فابنورمال اكيوميليشن كان اكر ان اريا اوف تيشو دامج، مثلا واحد مضروب على بالعظم مات وطلعت طلعت الهيدروكسي ابيتايت، يسموها ديستروفيك كالسيفيكيشن، يعني از ا ريزلت اوف تيشو دامج احتمال تتجمع. او واحد عنده هايبر يوريسيميا، اقصد هايبر كالسيميا، انه عنده هايبر ثايرويدزم، يسوي حاله اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ميتاستاتيك كالسيفيكيشن زين، يعني صار بالواحد اللي عنده يا اما dysphagic calcification as result of tissue damage او metastatic calcification. بعد كاتب لك here release from exposed bone will cause acute synovitis occasionally seen in chronic. دائما يصير بالosteoarthritis، يصير بالنودال تايب، بالهيبردن نود. هاي مهمة يعني يقول لك بالهيبردن نود النودل او اي من يتجمع، يتجمع الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت. زين يصير مهم بالاكستريملي ديستركتيف ارثروباثي اوف اولدرلي، نلقاها بالميلويك ديزيز. يعني شوفوا عشان تقروا، اولا كالسيوم هيدروكسي ابيتايت ديبوزيشن ديزيز وين يصير؟ يصير بهذني تنحفظ، يصير بالاولد ايج بيشنت او بالام سي كيو تيج، بالاوستيوارثرايتس اللي هو من وين اللي بيصير بردن نود، هاي ناخذها ان شاء الله بالنودل تايب، بالهيموراجيك شولدر بالالدرلي ميلويكي شولدر هاي تاخذوها بالكسور، هايبر باراثايرويدزم دياليسيس وكونكتيف تيشو ديزيز. هاي تجيك على المفروض تجي ام سي كيو زين. قال كرونيك بايروفوسفيت داي هايدريت كريستالز تسوي لك السي دوغ اوت، هاي مهمة. كلك كرونيك بايروفوسفيت داي هيدريت تتجمع بالجوينت هاي الفايبرو كارتليج، يسوي لك حالة اسمها كوندرو كالسينوسيس، يعني الكارتليج يتجمع بكالسيوم او يعني كريستالز، هيك يصير شكله. هاي تجيك حتى بالعملي هيك يصير شكله، هذا الخط الابيض الاشر على السهم هو الكوندرو كالسينوسيس اللي صار بسبب تجمع كالسيوم، اقصد كرونيك بايروفوسفيت داي هيدريت. هي ايج ريليتد افكت الني، وسوي لك سيمتومز مثل الجاوت، هي مسؤولة عن شيء اسمه سيدو جوت. ليش مو جوت؟ لان الجوت تجمع المونوسوديوم يوريت، هنا يجمع البايروفوسفيت فهي سيدو جوت، وكذلك تتجمع بالنودل اوستيوارثرايتس. زين شوفوا it's rare، دائما هي older patient مصر بالعمر أقل من 55 سنة، والحلو بيها أنه ما تتجمع بالفرس metatarsal pharyngeal joint، تتجمع غير أماكن بالنيو بالريست symphysis pubis، ما تتجمع بالmetatarsal pharyngeal joint.
شوفوا هذا الكوندرا كالسينوسيس. Most commonly sporadic age-related disease associated with osteoarthritis and nodal metabolic disease or family history. Clinical feature مثل الجوت يعني، بس هم تجي acute attack بس not involve metatarsophalangeal joint وما سوي لك البوداغرا. Involve shoulder, elbow, wrist, knee, baular joint. هاي مهمة. Shoulder, elbow, wrist, knee. Chronic listable woman. همتين shoulder, elbow, يعني large joint. سوي لك chronic pain, stiffness, functional impairment. اوكي مرات فقط بالاكسراي نلقاها. الacute attack. synovial aspirate نلقى هاي. البيروفوسفيت dihydrate crystals. ما نلقى الصوديوم مونوهيدرايت. اكيد لازم انا اسوي اسبريشن يعني. انت حتى بالجوت انت اول ما يجيك واحد عنده سيمتومز من جوت حتفكر بالسبتيك ارثرايتس بعدين تفكر بالجوت، يعني انه هو الاخطر السبتيس. الاو اي تجي كونترا كوستنوس استونا شفناها. سكرينج فور فاميليار اور ميتابوليك بري ديسبوزيشن فاكتور ان بيشنت واذا عمرهم اقل من 55 سنه، اذا يعني اذا واحد عمره اقل من 55 سنه ومالتيبل جوينت افكتد وريكرنت اتاك يجوالي اشوف خاف يعني اكو فيت ميتابوليك كونديشن يعني. اكيوت هماتين اكيوت شوفوا بالاكيوت ايش مطي جوينت اسبيريشن انتر ارتيكولار ستيرويد نفس الجاوت ونستيرويدر كولتيسين. كرونيك ما يعطون الابيرينال هالسوالف نعالجه معاملة الاو ال يعني ادوية الاو ال هي فقط انالجيسيا وفيزيوثيرابي. اوكي ثانك يو.